حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. عزى خبراء اقتصاديون عراقيون تأخير تطبيق الموازنة للطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية ببعض فقرات الموازنة العامة. وقال الخبراء إن تأخير الموازنة لا علاقة له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة بحسب ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على تصويت مجلس النواب على بنود قانون الموازنة العامة، إلا أن الحكومة لم تطبقها على أرض الواقع ولم ترسل الأموال للوزارات والمحافظات. قال النائب جاسم العلوي إن تهريب الأموال يعد سبباً رئيساً في انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وأضاف النائب أن عدم ضبط الحدود وتعمد التجار بعدم الدخول في المنصة الإلكترونية لشراء الدولار سبب رئيس في انخفاض قيمة الدينار. ويعاني الدينار العراقي انخفاضاً متزايداً في قيمته في ظل غياب دوران عجلة الاقتصاد وغياب الدور الحكومي، إضافة إلى تهريب الدولار إلى إيران. أكد خبراء اقتصاديون أن نهاية أزمات انخفاض الدينار أمام الدولار وإنهاء تقلباته السريعة مرتبطة بإنهاء ملفات الفساد المتداخلة مع السياسة المالية في العراق. وأوضح الخبراء أن عمليات الفساد تنهب الأموال ولا تكتفي بذلك، بل توجهها لمجالات غير مشروعة وتقوم بتهريبها للخارج عن طريق بعض المصارف، مضيفين أن النظام المالي غير قادر على وقف تلاعب الفاسدين باستغلالهم للمصارف ونافذة بيع العملة، وأن استمرار تهريب العملة ووصولها لجهات ودول عليها عقوبات اقتصادية دفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى فرض عقوبات على مجموعة من المصارف. قالت مديرية الرقابة التجارية في السليمانية إنها رصدت وجود تزييف لعلامات تجارية وصناعية وتلقت العديد من الشكاوى في هذا الصدد. وأضافت المديرية أن التلاعب وتزييف العلامات التجارية يتم في جميع المواد كالمواد الغذائية والصناعية ومواد التنظيف ومشتقات الحليب والمشروبات الغازية. وفي السياق قالت المديرية إن فرقها للرقابة التجارية ضبطت 15 طناً من الرز غير صالح للاستهلاك البشري نتيجة سوء التخزين. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن سعر وقود الديزل ارتفعت في أوروبا بنسبة 5% بعد أن فرضت روسيا قيوداً مؤقتة على تصدير البنزين والديزل. وأضافت الجارديان أن سعر وقود الديزل في السوق الأوروبية تجاوز $1000 للطن الواحد بعد القيود التي فرضتها موسكو بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية الروسية. من جهتها قالت وزارة الطاقة الروسية إن القيود الحالية ستستمر إلى أجل غير مسمى وستعتمد مدتها على مدى تشبع السوق المحلية في روسيا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.